حديث بشر المشائين بالظلم النور الكامل كامل. نعم الحديث الأخير يسأل عن حديث بشر المشائين بالظلم بالنور التام، هذا حديث ضعيف ولو طرق وكلها معلولة ولا يصح من ذلك شيء، ولكن في الجملة هذا المعنى صحيح دون تحديد الأجر المسمى. فإن هؤلاء حين يذهبون في الظلم إلى المساجد فالذي دفعهم إلى هذا هو الإيمان والتقوى والخوف من الرب جل وعلا، فيكون لهم في ذلك أجر عظيم وثواب كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم وأنك لن تخطو خطوة إلى المسجد إلا كتب الله لك بها حسنة وحط عنك بها سيئة، والرجوع كالذهب في هذا الأجر وهذا الثواب، ويزداد هذا الأجر ويعظم هذا الثواب في يوم الجمعة كما عند أبي داود في سنن من حديث أوس بن أوس الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. هذا دليل على الأجر العام المترتب على الذهاب إلى المساجد. وإذا كان أيضا في الطريق ظلمة كان أعظم أجرا لما يترتب على المخاوف من وجود الظلمة.